بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. السؤال ده بيدور في فكر ناس كتير قوي، كيف تكون الشياطين مصفدة في رمضان وأنا بشوف بعيني ناس بتجيلها نوبات صرع، والبعض بيعاني من أعراض المس والسحر والعين والحسد، والبعض الآخر بيقع في الذنوب والمعاصي. ركزوا معي عشان هعرفكم معنى التصفيد في نقاط بسيطة. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على النبي، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الفضيل بن عياض يا شباب عقب على الحديث ده في صحيح مسلم وقال: التصفيد له معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي. المعنى الحقيقي هو مانع آذاهم عن المؤمنين ومنعهم من استراق السمع. طيب إيه هو المعنى المجازي؟ إن بتكثر أعمال الخير والبر في رمضان، زي الصيام، الصدقة، الصلاة، تلاوة القرآن، إفطار صائم، صلة الرحم، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف الثواب إلى 700 ضعف، وأحياناً بيكفر ذنوب وخطايا ناس كتير جداً في رمضان، فكل أعمال الشياطين اللي عملوها طول السنة راحت هباءً منثوراً. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر. قيل: من يا رسول الله؟ قال: خاب وخسر. قيل: من يا رسول الله؟ قال: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. عشان كده ربنا بيعفو عن ناس كتيرة قوي وبيغفر ويكفر ذنوبهم، فبالتالي الشياطين بتكون زي المصفدة وما بتقدرش تعمل أي حاجة، وده معنى التصفيد المجازي. طيب، في حديث أيضا ورد عن علي بن الحسين رضي الله عنهما، والحديث ده في صحيح البخاري، قال: السيدة صفية رضي الله عنها في العشر الأواخر من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكف في المسجد، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وجلست معاه ساعة يتحدثون. المهم السيدة صفية جت تمشي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يوصلها لحد ما ودها عند باب أم سلمة رضي الله عنهما جميعا. مر على اثنين من الأنصار قالوا: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام، على رسلكما، إنها صفية بنت حيي زوجتي. فقال الاثنين من الأنصار: سبحان الله. فكبر عليهم النبي وقال: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، فخشيت أن يقذف شيء في قلوبكما. طب الكلام ده حصل انت؟ حصل في العشرة الأواخر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معتكف في المسجد. معنى ده إن الشياطين لا تصفد في رمضان. طيب واحد يقول لي: إزاي الكلام ده مش صحيح، الشياطين بتكون مصفدة؟ هقول لك يا أخي الحبيب، في آية وردت في القرآن الكريم في سورة صاد، الآية ديت ذكر فيها: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. الشياطين كانوا بيخدموا سيدنا سليمان ابن داود عليهما السلام، فكان في منهم اللي بيبني البيوت وبيشيد القصور، وكان منهم اللي بيغوص في البحر ويطلع اللؤلؤ، بس كان في منهم صنف ثالث وهو العاصي، وكان مصفط بالأغلال. بمعنى ان اللي بيصفط في رمضان هو إبليس وكبار الشياطين اللي هم مرضة الجن، هم اللي بيصفدوا، وسبحان الله يصفدوا عن بعض الأمور ويتركوا في الأمور الأخرى. عشان كده أنا عايزكم تركزوا على حاجة واحدة فقط لا غير، إن السحر لا يجدد في رمضان نهائيا، فالإنسان الذكي اللي بيعاني من تجديد السحر استغل رمضان يا أخي الكريم. هتقول لي إزاي استغله؟ استغله في تلاوة القرآن، استغله في الرقية المكثفة، اسمع الرقية 100 مرة في اليوم، اقرأ سورة البقرة مرارا وتكرارا، الجن اللي جواك صدقني هيستغيث ويستجير ويقول لك: أنا عايز أخرج، أنا عايز أخرج. ما بتشوفوش كده ببعض التعليقات لما الناس بتستمع للرقية الشرعية، خاصة رقية السحر المأكول، يكتبوا: إحنا رجعنا دم، والبعض التاني بيقول: أنا بحس بعرق شديد جدا. معنى ترجيع الدم والعرق هو خروج الأذى من الجسد. فيا أخي الكريم، حاول أنك أنت تحافظ على تلاوة سورة البقرة، حاول أنك أنت تستمع للرقى الشرعية، وتخلي ليك برنامج علاجي مكثف في رمضان، عشان لما ينتهي شهر رمضان تكون شفيت تماما من السحر. خلاص عرفنا أن معنى تصفيد الشياطين المقصود به هو تصفيد مرضة الشياطين وليس كل الشياطين. طيب ازاي ان الانسان بيقع بقى في الذنوب والمعاصي؟ ده بسبب النفس الأمارة بالسوء وبسبب شياطين الانس. ولذلك قال الشاعر: ان ابتليت باربع ما سلط علي الا لشدة شكوتي وعناي، ابليس والنفس والدنيا والهوى، كيف النجاة وكلهم اعداء. لو انت اول مرة تسمع المعلومة ديت شاركها لاصحابك، وما تنساش تضغط لايك وتدوس سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الرقية الشرعية والعلاج بالاعشاب وتفسير الاحلام المباشر اللي احنا بنعمله.